أحسن الله إليكم، يسأل عن سورة الواقعة وفضلها، وهل ورد أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعالج الفقر لمن يقرأ هذه الآية يوميا؟ نعم، ورد فيها آثار وأحاديث في فضلها، وأنها من قرأها فإنه يرزق، ورد شيء من هذا، وتراجع في هذا كتب التفسير التي تفسر بالأثر كتفسير ابن كثير وغيره. نعم.